فيما هو قادم. عندنا مباراة يوم الخميس، كل التركيز في هذه المباراة. زي والله الواحد بيسمع حاجات غريبة جدا. أحد الأساتذة كان بيتكلم على إن النادي الأهلي لازم يكسب فريق بالميراس أو يكون ما عملش حاجة. تخيلوا حضراتكم إن في ناس بتفكر بالعقلية دي. تخيل حضرتك إن لمجرد إن هو بيغيظ جمهور الأهلي، بيغيظ بس مش عشان حاجة، بيغيظ بس جمهور الأهلي، طلع يقول لك أصل لو الأهلي اتغلب يوم الخميس هتبقى. طبعًا على فكرة جمهور النادي الأهلي، لو حضرتك ما تعرفش، جمهور النادي الأهلي حزين جدًا من هزيمته أمام بايرن ميونخ، حزين جدًا. حزين حزين حزين. على الأقل جمهور النادي الأهلي قاعد في بيته وقاعد قدام التلفزيون وبيشرب كوباية الشاي وبيتفرج على فريقه بيلعب في مونديال الأندية. دي على يعني ده رد بسيط جدًا. أنا بلعب في مونديال الأندية، حضرتك فين؟ وأنا لو فريقي كان بيلعب كان عمل أداء هجومي، أداء هجومي على مين؟ ما أنت كنت عملته وكنت كسبت بطولة أفريقيا مثلاً يعني. أي حد بيتكلم في هذا الإطار. أداء هجومي على مين؟ معلش أنا دايماً بعذر هؤلاء لأنه في الأول وفي الآخر ما تعرفش يعني إيه مونديال الأندية. مهم جداً الكلام ده، أنا مش بقوله والله، أنا بتكلم بجد. الخبرة مهمة جداً، فأنت ما تعرفش يعني إيه مونديال الأندية، ما تعرفش يعني ايه نادي يلعب ضد بايرن ميونخ، ما تعرفش نادي يلعب ضد بالميراس يعني ايه، نادي يلعب ضد انترناسيونال، نادي يلعب ضد كلاب امريكا، نادي يلعب ضد كذا، نادي ما تعرفوش الكلام ده. الكلام ده صعب عليك لما توصل له نبتدي نتكلم، ولا مش لما توصله ست مرات نبتدي نتكلم.